من داخل السفارة البريطانية بالقاهرة أحييكم مشاهدينا الكرام، وننقل لكم هذا الحدث الهام الذي يعد واحد من أهم الأحداث السنوية داخل السفارة، وهو تكريم الطلاب المصريين المتفوقين على مستوى العالم، على مستوى القارة، على مستوى مصر في النظام البريطاني في الشهادة البريطانية. هذه الشهادة التي تعد واحدة من أفضل أنظمة التعليم في على مستوى العالم. تعالوا مع المشاهدين الكرام نتابع هذا الحدث. مشاهدينا، وسعدنا ان يكون لنا هذا اللقاء مع اثنين من الحاصلين على المراكز الاولى، حبيبه ونور، اهلا بيك. وهبدا بيك يا حبيبه، ويعني كلمينا عن يعني حصولك على المركز الاول على مستوى مصر، صح، في الكمبيوتر؟ ايوه، في الاي سي تي. ولا انا فرحانه جدا، ولسه حد دلوقتي مش مصدقه الموضوع يعني، بس بجد يعني حاجه اكسايتنج قوي. الحمد لله. جميل جدا. برضو بالنسبه لك نور، انت حاصله على المركز الاول على مستوى العالم. هي حاجه انا ما كنتش متوقعه انها تحصل لي خالص، وكنت حاسه ان هو ان انا مش هجيب حاجه كده. كنت دايما بشوفهم في المدرسه بقى، واللي هو ايه ده، دول برافو عليهم قوي يعني، اللي هو كنتش متخيله ان انا ممكن تحصل لي في يوم من الايام حاجه كده وبالصدفه يعني. يعني الاولى على مستوى العالم في الماث، في الرياضيات. في الماث. دي يعني عشان طبعا بابايا مهندس يعني، طبعا هو متأسسها كويس. لا بس هو عامة البيت كله يعني مساعدني، كان بيشجعني ان انا اذاكر يعني، ودي حاجة كانت غريبة. انت متوقعة حاجة زي كده؟ لا خالص خالص يعني، ما كنتش يعني حاسة ان انت بترمي انك تحققي على الاقل مركز عالي؟ لا خالص، انا كنت بشتغل على اني بس اللي هو اجتهد واعمل اللي عليا وكل حاجة يعني، عشان في الاخر اجيب درجات تدخلني بيها الجامعة. بس يعني هي بالصدفه يعني، فضل ربنا طبعا. اكيد. بالنسبه لك يا حبيبه كان في توقع؟ لا خالص يعني، انا بجد كنت بس برضه ذاكر بجد عشان ان شاء الله اجيب يعني ستار جريد عشان الجامعه وكده، وبجد كانت احلى يعني سربرايز بجد، فالحمد لله. طيب بقيه يعني المواد بقى بتعملوا عاملين فيها ايه؟ برضه في تفوق يعني؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. كويس. جميل جدا. يعني طبعا التفوق ده اكيد نتيجه جهود يعني من بدايه عهدكم بالتعليم على ما اعتقد يعني. ايوه. ولا يعني بننظم نفسنا ونكون نسات لنفسنا ان احنا عايزين يعني نوصل لاعلى حاجه ان شاء الله يعني، وحوالينا طبعا مدرسين بيشجعونا جامد جدا، والعيله وكده وكل حاجه يعني. رايك ايه في الشهاده الانجليزيه يعني، واسلوب التعلم من خلالها؟ هو تعليم صعب جدا يعني، مش اي حد ممكن يكمل فيه، بس هو بجد يستاهل يعني، هو بجد علمنا حاجات كتير قوي يعني. ليه صعب مع ان يعني اكيد ما فيهوش حفظ زي في المدارس العاديه يعني؟ لا هو طبعا في حبه حفظ، بس في اغلبيه الحاجات فهم، بيفهمك اكتر عن كل حاجه عن بقيه يعني وسائل التعليم يعني، فاهم؟ بس تمام. انتوا طبعا النهارده يعني احكوا لي هتعملوا ايه النهارده؟ لا بعد الايفنت ان شاء الله يعني، لا تسليبريت ان شاء الله، ويعني هتبقى انتوا لسه عارفين من قريب؟ لا عرفنا في ديسمبر تقريبا، صح، او اكتوبر حاجه كده، من وقت يعني. احتفلتوا بقى مع نفسكم؟ ايوه طبعا. بس لو في وقت بقى من احتفلتوا ازاي؟ لا خرجنا مع فاميلي بقى وكده، وكانت حاجه بالنسبه لك، واكلنا بقى تورته بقى وبتاع وحلينا. خرجنا. مش عارفه انتوا خلصتوا كده ولا لسه شويه، لسه فاضل لكم حاجه؟ لا انا خلاص دخلت كليه يعني. كليه ايه؟ طب عين شمس. ما شاء الله. بالنسبه لك؟ لا لسه ناقص لي سنه في المدرسه. تمام. طبعا اكيد حاجه زي كده بتدفعكم اكتر للتفوق وبتحملكم مسؤوليه اكتر يعني، صح؟ يعني بس الحمد لله. مش عارفه. جميل. طب في الكليه بقى ماشيه مع يعني اختلف الاسلوب في كتير؟ ايوه طبعا جدا، الدنيا بقت اصعب والحاجات بقت اكتر بكتير، و يعني بس السيستم الاي جي فعلا ده اللي خلاني اسسني جامد قوي، يعلمني ازاي افكر وازاي احل اكتر، وبجد ان شاء الله يعني خير مع الجامعه. ان شاء الله يعني، اتمنى لكم كل التوفيق، وان شاء الله يعني نقابلكم كده دايما وانتم متفوقين بقى في الجامعه باذن الله. مشاهدينا، وسعدنا ان يكون لنا هذا اللقاء مع مستر جيف ستريتر، مدير المركز الثقافي البريطاني. ويلكم تو اور بروجرام سير. It's nice to be here. Thank you. Let me first ask you if you would like to give us a glimpse about this event. Well, this event really is about two things for me. It's about excellence and it's about opportunity. The excellence of these qualifications, the excellence of the schools and the teachers, and above all, the excellence of these young Egyptians who've proven how good they are when they're given the opportunity to study world-class exams.
And it's an opportunity. Opportunity, I think, for the young people themselves to show the world what they can do and to get opportunities at work or further study for them. And this is an opportunity for Egypt, which is taking, which is to show the world what Egypt can do with the right opportunities in education. Okay. سألته عن هذا الحدث فبيقول إن هذا الحدث بيمثل تميز وفرصة، تميز للطلاب، تميز للمعلمين في وصولهم إلى هذا المستوى، وأيضا فرصة لهؤلاء الطلاب إن هم يستمروا على هذا المنوال وربما تأتي لهم فرص في العمل في خارج القطر. وطبعا هو شايف إن دي حاجة مميزة جدا، وبيقول إن دي حاجة بتبين قد إيه إن الشعب المصري او الطالب المصري لما بتواتيه الفرصة بيقدر فعلا ان هو يستغلها استغلال جيد وبيتنافس. يعني زي ما حضراتكم شايفين مفيش فرق بين اي طالب هنا وطالب اخر على مستوى العالم. So sir, tell me about this partnership between the British Embassy and the British Council in organizing this event. Well, we're very grateful to the Embassy for giving us use of their wonderful grounds here and for the Ambassador to make a speech here. And we're also grateful for our partners in Pearson. It's a really good partnership that we have with them. هو بيقول انها شراكة جيدة بينهم بين المجلس الثقافي البريطاني والسفارة البريطانية وفرصة جيدة لهم، بيشكروا السفارة عليها لإعطائهم الفرصة ليكونوا متواجدين هنا في السفارة للاحتفال بهؤلاء الطلاب المكرمين. So sir, how long have you been here? In Egypt about 2.5 years. 2.5 years. And have you changed any of your views about the Egyptians, especially the Egyptian students, when you came here? I have indeed. I'd picked up the idea that Egyptian students maybe were used to just learning in a kind of mechanical way and not just absorbing knowledge, and they didn't have the skills to thrive in life. But that's not what I see here at all. When I'm surrounded by brilliant young people that seem to have world-class skills, and I hear and I employ people in the office who come to us and can do amazing things, I know that young Egyptians are equipped to be among the best in the world if they're given the right opportunities. تمام. هو بيقول ان قبل ما يجي هنا يعني كان عنده اعتقاد ان الطالب المصري طالب عادي يعني بيتميز بالحفظ وما عندوش نواحي الابداع والمهارات التي يجب ان تتوفر في الطالب، لكن عندما جاء الى مصر وجد الامر مختلف ووجد ان بالفعل لما الطالب المصري بيعطى الفرصة ففعلا بيحقق تميز كبير. Is this the only celebration you're giving those students, or are there any other opportunities? Well, of course, we celebrate with other examination boards from the UK as well. And last night we had an opportunity to celebrate the achievements of UK alumni, Egyptians who studied in the UK or with UK universities, and to celebrate the amazing achievements that they've had here back in Egypt. The Egyptians who studied in the UK. طبعا هم يعني واضح ان هم بينظموا انشطه مختلفه لتكريم هؤلاء الطلاب، وبالامس احتفلوا بالطلاب النابغين اللي كانوا بيدرسوا في المملكه المتحده. Thank you so much for this interview, Mr. Thank you. Thank you very much. أحد الطلاب المكرمين في هذه الاحتفالية الطالب أحمد أسامة الحاصل على المركز الأول على مستوى العالم في الكيمياء، المركز الأول على مستوى العالم في العربي A level، والمركز الأول على مستوى القارة الإفريقية في الأحياء بيولوجي. أهلا بيك. أهلا بحضرتك والدته. أهلا بيك. في البداية ألف مبروك هذا التكريم. الله يبارك فيك. اكيد طبعا يعني مجهود عظيم وسنوات من الكفاح يعني حتى تصل لهذا التكريم بكل تاكيد. بالتاكيد كانوا 3 سنين كانوا محتاجين مني جهد كبير وكهوت، بس الحمد لله ربنا وفقني في الاخر ان طلعت بالدرجات دي. كنت حاطط لنفسك الهدف ده؟ كنت حاطط الهدف ده من وانا في اول سنه، بس ربنا وفقني ليه في اخر سنه. تمام. حضرتك بقى نقول ايه، تعبتي معاه ولا ما تعبتيش معاه يعني في هذا النظام التعليمي البريطاني؟ الحمد لله احمد من وهو صغره ما تعبنيش في حاجه خالص، هو ما شاء الله عليه يعني بيحب التعليم جدا، مثقف ما شاء الله، عنده جوانب كتيره جميله في حياته،
هتأثر معلش. عنده جوانب جميلة جدا في يعني دينيا وخلقيا وتعليميا وثقافيا، كان على طول كل البرامج التعليمية والتاريخية كلها بيحب يتفرج عليها أكتر من المدرسة مثلا، يعني الحاجات التعليمية بتاعت المدرسة لا يعني هو كان بيحبها ويقضي كل حاجة، بس الحاجات الثقافية كان جميل فيها قوي. يعني أنا عايزة تقول لي إيه أهم ما يميز هذا النظام من التعليم؟ اللي يميز النظام ده من التعليم حاليا بعد ما دخلت القصر العيني ان هو بيأهل الواحد ان هو يبقى جاهز ان هو يريسيرش بنفسه المواد اللي هيذاكرها التوبكس، ما يبقاش معتمد اعتماد على المدرس فقط او على الدروس او الحاجات ديت، فده خلاني انسان مستقل وبقدر اتكيف مع الاوضاع اللي بقى فيها. في الكليه كمان مستقل؟ انا في الكليه مستقل وقفلت الترم الاول لحد دلوقتي الحمد لله. في صعوبه في انتقالك للجامعه ونظام تعليمي مختلف؟ ما واجهت الصعوبة في كتير غير ان هي المناهج كميتها بس كبرت اكتر حبة حلوين، بس بعد كده تعودت على الموضوع والحمد لله ماشي كويس. تمام، شعور حضرتك ايه لما عرفتي انه يعني حصل على هذه المراكز؟ اكبر فرح، كنت متوقعها له ان شاء الله، كنت دايما عارفة ان هو الاول دايما. اتمنى لكم كل التوفيق والف. Would you all please welcome His Excellency the British Ambassador to Egypt, Mr. John Casson. Ladies and gentlemen, teachers, parents, students, colleagues, thank you very much for coming. Thank you for bringing this special day to us, to our embassy today, and thank you for bringing so much talent, Egyptian talent, to celebrate together today. And I'm very pleased to see, I think I'm not very good at maths, I'm sure there's somebody here who's top in the world in maths who can help us, but I think there's more Egyptian women here who are here we're celebrating than Egyptian men. I think that's a fantastic sign for the future of this country that we are fulfilling the potential of men and women together. Now, as you know, all of us who are living here in Egypt, we know how passionate Egyptians can be. And as we say in English, you like to wear your hearts on your sleeves. You may not know this, but British people can be passionate too. Sometimes we keep it hidden under our slightly stiff exterior, but we share a lot of the same things that Egyptians really love and really care about. So, for example, I don't know if anyone here is passionate about Liverpool Football Club and Mohamed Salah. Because we are in England, and I know lots of people are in Egypt too. But it's not just football, it's not just food, which Brits are passionate about and Egyptians are passionate about. It's also education, isn't it? And I think there is no family in this country of Egypt where people are not thinking about education, obsessing about education, caring about making sure their kids and their children brought up with the best possible future, the best possible education. And that's something else that our two countries share. Education is really at the heart for Britain of making our country as a country that can succeed again in the 21st century as we have in past centuries. And the same is true for Egypt. We've got a fantastic history. Our history goes back a couple of thousand years. Your history goes back 5,000 years. But I think we both know that our countries can't just rest on our history. We've got to renew our society. We've got to renew our economy. We've got to make sure we can succeed in the 21st century. And we all know the secret of that success is going to be education. And that's why at the embassy here, we are also obsessive about education. Because I think if there's one thing we can do that will make sure that Egypt succeeds over the course of a generation and fulfills its potential to be a leading country in the world, it is making sure that this big, new, young generation, full of talent, full of aspiration, full of ambition, that we give them the tools. And so we love bringing together world-class British education with world-class Egyptian talent and seeing what results are unleashed. And that's what we do with the Pearson EdXL IGCSEs, a world-class qualification, which means that in the future, nobody will have any question about the quality and the standard that you've reached. And then we put it in the hands of these young Egyptians, and look what they've done. They've beaten the whole world in education. So I want to say a word to the mums and dads, and then I want to say a word to the students. To the mums and dads and to the teachers, I just want to say, we know how you feel. We know how much
heartache and care and work and driving around and counseling and encouragement you've poured into the education and the results that your children have achieved, because we've done it too. We've all sweated through exams ourselves. We've all seen what it's like. Actually, I might ask a question. Who here thinks it was pretty easy to do IGCSEs? And who here thinks it was pretty tough? Was it challenging? Okay, that's good. We want it to be challenging. So we, mums and dads and teachers, we share how proud you feel and how relieved you feel that it's over and how excited you feel about the future that you've created for your children through their fantastic efforts. But if, just for 1 minute, the teachers and the mums and dads could just close your ears, because I'm going to say something to the young students here which you might not approve of, so forgive me. But I would say to you, all of you 40-odd people who've done so brilliantly in your GCSEs, exams are not the most important thing. Actually, what's more important is the learning you're doing, not just with your brain, but with your heart and your soul. And in the future, there's going to be some days like this where you do brilliantly and you put in an effort and you get a fantastic result, and you should draw self-confidence from that. So the lessons we want you to learn are not just the academic lessons, but the lessons about how to believe in yourself and flourish as a human being. So take confidence in what you've achieved. You can face one of the biggest challenges that the world has in IGCSEs, and you can succeed and you can flourish. So take confidence in that. But there will also be days where it's tough and you don't necessarily get what you want and you don't necessarily succeed. And that's even more important. Those are the days when we'll find out your true character and your true talent and the true riches you have. So I would just say, look at all those experiences as a lesson. You're gonna have some good days, you're gonna have some bad days, and what matters is how you learn from them in order to be able to grow and mature and understand what it is that makes you succeed and makes you happy and makes you effective as an adult. And then once you've learned that, you will be exactly what we're dreaming of, which is a group of leaders for this country. Leaders who know what it is to succeed, but also know what it is to triumph when it's difficult. And in your hands, you have this amazing riches of education and opportunity and qualifications and knowledge. And we want you to use them to give them back to everyone else in your country. And that's what will make Egypt a fantastic, beautiful, world-beating country with a bit of help from British education. So well done, everybody. Congratulations. And thank you very much for bringing this celebration today. ويسعدني أن يكون لنا هذا اللقاء مع السفير البريطاني في مصر, جون كاسن. Welcome to our program. Thank you. شكرا. طبعا هو بيتحدث اللغة العربية, فحأدير اللقاء باللغة العربية. بداية كلمنا عن مدى اهتمام السفارة برعاية الطالب المصري وتنميته دراسيا. بس حوالينا النهاردة مستقبل مصر, يعني طلبة مصريين متفوقين جاهزين يلبوا دورهم في مستقبل المجتمع. وأنا فخور بأنني واقف يعني وسط طلبة مصريين أوائل العالم في ثانوية بيرسون, يعني في الثانوية البريطانية. والثانوية البريطانية دخلت مصر من 28 سنة. طبعا احنا فخورين جدا بدور التعليم البريطاني ده في مساعدة الشباب المصري اللي يزقوا مصر لقدام. ولكن دلوقتي هدفنا ان التعليم ده يوصل لكل مصري وكل مصرية ويكون في متناول الجميع. فعلشان كده احنا نبني شراكة بين الجامعات البريطانية والشركات البريطانية وبين المؤسسات المصرية علشان نوفر التعليم العالمي لكل. مثلا دلوقتي في عندنا شركة باسم كورتكست اللي عملت اتفاقية بقيمة 200 مليون جنيه استرليني مع الحكومة المصرية عشان هي توفر كتب تعليمية ببلاش لكل مصري وكل مصري من خلال البنك المعرفة المصري. وفي طبعا في شركات كثيرة وجامعات كثيرة عايز دلوقتي
تخش مصر ويعني وتبني الشراكة الأقوى بين مصر وبريطانيا في مجال التعليم. هل يعني لفت نظرك أن الطالب المصري ربما يتميز بشيء ما أو بآخر عن غيره من الطلاب على مستوى العالم؟ على مستوى العالم وعلى مستوى القارة الأفريقية بنشوف النهاردة حوالي 50 طالب مصري وطالبة مصرية في كل المجالات، يعني من اللغات العلوم في كلها. وأنا دائما يعني في مصر أنا عايش. الأمر ليس وليدة الصدفة، يعني بدليل أن كل عام يتفوق مجموعة من الطلاب. مش صدفة لي، يعني أنا عشت في مصر 4 سنوات دلوقتي، فأنا أنا أعرف قد إيه وشفت قد إيه الشباب المصري عندهم طلعات وموهبة وقدرة أن يزقوا مصر لقدام. وتعلمت اللغة العربية في خلال هذه الفترة فقط؟ طبعا، ولكن أعتقد الطلبة الموجودين معنا أقوى منك بكثير. لكنك تتحدث اللغة العربية جيدا. شكرا لك، شرف لي. كلمة تقولها لهؤلاء الطلاب المتفوقين؟ أنا بقول لهم طبعا النتائج في الامتحانات يعني رائعة قوي يعني وممتازة ومبروك لهم، ولكن في نفس الوقت في حاجة أهم من الامتحانات ومن النتائج في المدرسة، وهي دورهم القيادي في تأثير على مستقبل المجتمع. فلازم يعني يستخدموا المهارات والتعليم علشان يزقوا مصر لقدام. Mr. John Casson, thank you very much. Thank you. شكرا لكم. هكذا يكون حال الطالب المصري عندما يعطى الفرصة، يبدع ويتميز ويتفوق ويعبر كل الحواجز ويصل إلى العالمية. ألف مبروك لكل الطلاب المصريين الحاصلين على المراكز العالمية في الشهادة البريطانية. مشاهدينا شكرا لكم وإلى اللقاء.